السلام عليكم. زي ما انتم شايفين الجمال، عشاق بقى السي فود يجوا بقى هنا. هنعمل النهارده سمك فيليه بالزبده والليمون، سهل جدا وسريع جدا ومش هياخد مننا اي وقت خالص، من اسرع الاكلات اللي ممكن نعملها للسي فود. يلا بينا تعالوا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه هنعملها هو ان احنا نتبل السمك الفيليه بتاعنا. حاجة بسيطة جدا، اي نوع سمك فيليه عندكم تقدروا تستعملوه مفيش مشكلة خالص، لان هو تتبيلته بسيطة جدا. احنا مش هنفتكس ونحط حاجات كتير، عايزين نحس بطعم السمك مع الزبدة والليمون، مش عايزين نغير في الطعم. انا هنا استخدمت شرايح كبيرة طولية، ممكن جدا تقطعوها لقطع لاتنين او تلاتة زي ما تحبوا. ادي السمك الفيليه، هنبتدي بقى نتبله بتتبيلة بسيطة جدا. هنحط ملح، وهحط فلفل اسود، وهحط بابريكا. البابريكا هنا مع الزبدة والليمون هتدي طعم حلو قوي. هوزع البابريكا، وبعدها هحط اوريجانو او زعتر باجي. مش هحط توم ولا هحط كمون ولا كزبرة ولا الحاجات اللي بنحطها مع السمك دي، مش عايزين نغير طعم السمك، عايزين نحس بيه مع الزبدة والليمون وتغيير عن العادي. مش كل سمك هنحط معاه توم وكمون وكزبرة، جربوا وتعالوا نشوف الطعم عامل ازاي. هنحط ده وش وظهر ونسيبه نص ساعة، وبعد نص ساعة نروح بقى للطاسة السخنة جدا. وفي الطاسة السخنة او الجريل السخنة اي حاجة بس تسخنوها كويس، نزلت بشوية من الزيت قبل ما انزل بالزبدة بتاعتي، والزبدة هي البطل هنا، يعني ما ينفعش نستغنى عنها، كده مش هتنفع الاكلة خالص. لو ماشيين على دايت او اي حاجة من دي اعملوها في اليوم الفري. هنزل بقى بمية جرام زبدة، انا في الوصفة دي استخدمت 200 جرام من الزبدة، هستخدم 100 دلوقتي وخلي 100 التانية هقول لكم هنستخدمها امتى. بسيح بقى الزبدة مع الزيت، وأول ما الزبدة تسيح أو خلاص قربت تسيح هبتدي أنزل بالسمك بتاعي. طول ما الطاسة كانت سخنة قوي، عمر ما أي حاجة هتنزل معاكم مية، سواء سمك فراخ لحمة أي حاجة. عشان كده دايما بأكد أن الطاسة تبقى سخنة، والكلام ده طبعا للمبتدئين اللي لسه ما عندهمش خبرة بالكلام ده. ننزل بقى بالسمك بتاعي. بصوا أصلا لونه كده تحفة، البابريكا مديانه اللون حلو قوي. وهحط القطعة التانية، وهستنى لو في مكان للتالتة هنحطها برضو. هنسيبها ومش هنحركها خالص لغاية ما الوش اللي تحت، ممكن نبقى نرفع بالراحة كده بعد مرور 10 دقايق، الوش اللي تحت يحمر خالص. بصوا اصلا الجمال، هفتح لكم الصوت تسمعوا صوت الجمال. كفاية كده عشان الدوشة، بس عايشتكوا معايا جوه الجريل كأنكوا واقفين معايا في المطبخ. بصوا ابتدي بقى اشوف من تحت هي ابتدت تبقى عاملة ازاي، واول ما احس انها احمرت ابتدي اقلب. اهو نبتدي نقلب واحدة واحدة وبالراحة جدا، يعني لو خايفين تتقطم منكم لانها هتبقى طرية جدا غير الفراخ واللحمة، ممكن تستعينوا بسباتيولا تانية تمسك معاكم من الناحية التانية. وهضيف القطعة التالتة دلوقتي ليها مكان اهو، بصوا هضيفها. وزي ما اتفقنا مش هنقلب الا ما نتأكد ان تحت خلاص تمام، وسبوها بقى تستوي براحتها خالص. دلوقتي بقى خلاص انا حسيت انها دخلت على سوا، كده كده السمك ما بياخدش سوا رهيب خالص. بصوا اهو بعد مرور 10 دقايق شكله عامل ازاي، حكاية حكاية بجد. نحط بقى التاتش الاخير ليه عشان كده نبقى كملنا الوصف. فاكرين لما قلنا في الاول ان احنا قسمنا الزبدة لنصين، 100 جرام لوحده و 100 جرام لوحده، هستعين بقى بالنص التاني. بصوا الصوت وهمي، الصوت يجنن. ادي بقى النص التاني، 100 جرام التانيين هوزعهم في وسط السمك كده بعد ما السمك خلاص استوى ولونه يجنن، وقلبنا وتأكدنا ان كله تمام وكله محمر. نحط بقى النص التاني من الزبدة اهو، حتة هنا وحتة هنا، حكاية هيسيح بقى والريحة هتطلع وهمية. وهحط كمان شرايح من الليمون، اصلا الاكل عبارة عن زبدة وليمون، هحط شرايح من الليمون كده.
وبالمعلقة بحط الزبدة فوق السمك كده وهزه بحيث ان الزبدة توصل لكل حتة، وننزل بقى بعصرة ليمون حلوة قوي كده لطيفة، يعني حوالي ليمونة كاملة كبيرة كده، بيها كده الطعم هيكون اكتمل تماما. عصير الليمون مع الزبدة نسيبهم بقى ياخدوا غلوة، وافضل ارفع من الصوص عليهم كده بحيث انه يوصل للسمك كله. حكاية حكاية، يتاكل مع رز يتاكل مع سلطة بس طعمه وهمي. لعشاق بقى السبايسي انا هنزل بشوية من الشيلي فليكس اللي هو الشطة الفليكس دي، دي طبعا اختياري للي عايز ياكل الحاجة سبايسي، بس اللي بيحبها سبايسي طعمها معاها حلوة قوي، الزبدة والليمون والشطة. بصوا الجمال، احنا كده خلصنا. حبيت اوريكم الصوت الزبدة والليمون مع السمك، جربوها، وهيبقى في بلاي ليست كاملة للسي فود ياريت تبصوا عليها، هحطها لكم في اخر الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ابعتوه لاصحابكم، ما تنسوش اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل حاجة جديدة. باي باي.